عاد تيدي كاتس إلى جامعة حيفا، ليس كطالب هذه المرة، بل في جولة عروض فيلم الطنطورة للمخرج الإسرائيلي ألون شبارت، فيلم يوثق شهادات جنود وحدة ألكسندروني التي قامت بقتل 200 رجل فلسطيني من القرية ودفنهم بمقابر جماعية. اعتمد الفيلم على بحث كاتس. חשיבות של הסרט היא בעיקר הנכונות של ישראלים, בעיקר בני 90 ופלוס, להודות בפשעי המלחמה שהם ביצעו ב-48. אני חושב שזה חשוב, לא לפלסטינים, הפלסטינים יודעים את זה, אבל לחברה הישראלית ולעולם, זה סרט שהוראה בכל העולם, זה נותן תוקף לסיפור הפלסטיני ולא יאפשר לישראל להתחמק. كان إيلان بابي أحد المشرفين على رسالة الماجستير التي قدمها كات وأجازها هو وبروفيسور قيس فرو بدرجة امتياز، لكن الجامعة ألغت الرسالة عام 2003 تحت ضغوطات إسرائيلية. ومع ذلك يلقي الفيلم الذي يهدف إلى إثارة نقاش إسرائيلي إسرائيلي بظلاله على النقاش الفلسطيني أيضا. هو جدل داخل إسرائيلي ولكن في عملية علاقة مباشرة مع نقاط مؤثرة في الذاكرة الجمعية الفلسطينية. بعتقد أنه هذا سيرفد الذاكرة الجمعية بجوانب جديدة يمكن أن توظفها في سبيل صياغة فيلم فلسطيني عن الطنطورة. يحاور المخرج إيلان شبارت في الفيلم بعض جنود وحدة ألكسندروني ومؤرخين إسرائيليين وفلسطينيين وبعض أفراد عائلات الضحايا، ولكن في هذا النقاش الإسرائيلي الإسرائيلي بدا واضحا غياب صوت الضحية الفلسطينية. الفلسطينيين وهمهن وتعبهن وألمهن هو مش هم الفيلم، والفيلم مخرج الفيلم حكى في بداية العرض اليوم إنه هو مش فيلم عن الطنطورة، هو فيلم عن البحث عن الطنطورة. فالرواية الفلسطينية والفلسطينيين بحالهن هن كمان يستمروا بكونهم مغيبين في كثير من هاي الطروحات الإسرائيلية اللي هي تعد عمليا راديكالية للجمهور الإسرائيلي، اللي فيها أشياء إيجابية، وأنا بعترف إنه الفيلم إله خيراته يعني، ولكن هو فيلم اللي بالنهاية الفلسطينيين هن مش هم. صباح يوم العرض أرسل عميد جامعة حيفا للمؤرخين الذين نظموا العرض مكتوبا يؤكد فيه على موقف الجامعة من رسالة بحث كات، وفي ذلك تشكيك مجدد في مصداقية الفيلم، تشكيك في واقعه يعكس مدى الملاحقات التي يتعرض لها المؤرخ الإسرائيلي إذ ما غرد خارج السرب. فهكذا تراجع المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس عن مواقفه عدة مرات، وهكذا فرض على تيدي كات التوقيع على اعتذار لجنود وحدة ألكسندروني. وبسبب هذه الملاحقات يتواجد إيلان بابي خارج أسوار جامعة حيفا. الشينوي بأرض الزو لا يبو من بفنين كخ شمي شمكوه شسرت الزي يفوخ تا إسرائيلين لعم شمكير بنكبة ולא יכחיש ויהיה מוכן להפסיק את הכיבוש ולתת שוויון זכויות, שלא יהיה אופטימי מדי. החברה הישראלית הולכת ימינה, היא נעשית יותר גזענית, היא נעשית יותר פשיסטית. היום ישראל היא מדינת אפרטהייד לכל דבר. כסהיוני كما يحب أن يعرف نفسه ألون شبارت تمكن من تحقيق هدفه من الفيلم، وهو الكشف عن كذب القيادات عن أخلاقياتهم العالية، كما نجح في إثارة نقاش إسرائيلي داخلي عاصف، ولكنه كشف أيضا أن الطريق أمام الإسرائيليين لتقبل جرائم النكبة والاعتراف بها يبدو أنها طويلة رغم كثرة الأدلة.